ميثاق المرشح. المرشح كما تعلمون حزب الاستقلال فهو اعتبر انه من الضروري ان يكون هنالك في هذا الاطار بالنسبه لكل مرشحات المرشحين ان يقوموا بالعديد من الالتزامات من اجل العمل على ان تكون الولايه المقبله ولايه ديال العطاء، ولايه ديال الترافع على القضايا المواطنات والمواطنين. وكذلك بالنسبه في هذا الاطار وان كذلك ما هو مرتبط بالعمل الذي سيكون ميدانيا بالنسبه للمرشحات وبالنسبه للمرشحين. اذا قبل ما يلتحق بنا السيد شيبا سنبدا بتقديم المرشحين، وسنبدا بالاخ القيدوم سيد رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال الاخ نوردين ديان. فليتفضل مشكور. نعطيو الكلمة الآن الأخ يوسف أبو طويل.
لما عرض لكم في الديار وأوراق الشباب حزب الاستقلال، فليتفضل مشكورا مرشحا بنسبتك فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير وأشرف المرسلين. بداية أختم
كابين عام كنشكرك، كنشكر ديالكم كافة أعضاء اللجنة التنفيذية على الاختيار ديالكم ويجعلكم في طرح. حقيقة كنشكركم كذلك على الدعوة ديال اليوم المبارك اللي عقدتو هاد اللقاء في هاد المكان. أنا بالنسبة لي هاد المكان أول مرة كنزورو، اللي كيسمعك ديالو كتير منذ أول بداية ديالي في البرلمان. هاد المشروع أعتقد كان من الأشياء المهمة السياسية ديالنا، ولكن اليوم أي زائر يدخل هاد المكان غادي يعرف شنو المجهود ديال رئيس الاستقلال قدم مشاريع مهمة في البلاد، مثلا كمشروع سياحي في تلسوس، ولكن للأسف الشديد هذا المشروع اللي عرف تعطل عرف مشاكل، ولهذا بغيت نقدر المدخل لأنه اليوم اختيار ديال هذا الشعار إفتاحية الاستقلال ديال الإنصاف جاي في هذا المنطق وجاي في هذا التوجه، وبالتالي أعتقد بلادنا اليوم محتاجة فعلا هذه مسألة الإنصاف، لأن من خلال اطلاع البرنامج الانتخابي اللي قدم الحزب حنا جينا من منطقة ديال جبلية منطقة وزان عارفين مشاكل التراكمات الكبرى. أنا اللي بغيت نقول أحد الأيام أول قراءة بالنسبة للساكنة أن كاين واحد الرضا كبير للبرنامج الانتخابي ديال الاستقلال، وحنا عاجزين إن شاء الله رغم الصعوبات رغم الإكراهات أننا جميع يتفيد غنرجعو للاستقلال وتحت يعني أكيد رئاسة الأخ الأمين العام اللي هذه مناسبة باش نأكدوا الحمد لله اللي الصورة ديالو عطينا واحد القوة كبيرة حنا كمرشحين في الأقاليم ديالنا لأمل هذا ماشي مجاملة الأخ الأمين العام، الأمل الكبير اللي كتقوموا به فعلا واحد دافعة واحد رافعة قوية بالنسبة لكافة المرشحات والمرشحين. حنا إن شاء الله ناوي الخير وناوي إن شاء الله الرحمن الرحيم أن المغاربة عندنا كامل الثقة إن شاء الله المغاربة كلهم يثقوا في البرنامج ديالنا، العمل اللي كنقوموا به جميع الأقاليم ديال المملكة، وحنا ما نعطوش الآن وعود سوف تعطي وعود انتخابية مهمة جدا اللي كينتظرنا اليوم جميع وكامل نبلغوا بكل أمانة بكل إخلاص هذه الالتزامات ديال الحزب وهذه الوعود ديال الحزب إن شاء الله باش نحققوا هذا الإنصاف اللي كنطمحوا عليه. السلام عليكم. النصر حليف حزب الاستقلال
ونقول أن الحكومة نقول أن إحنا نترأس الحكومة بقيادة الأخ الأمين العام نزار البركة. عندنا إمكانية أن إحنا نحققوا الوعود ديالنا لهذ السكينة. شكرا جزيلا ونصر إن شاء الله. شكرا. شكرا دكتور. بغا نعطيو الكلمة الآن للأخ محمد الحمامي اللي عندي صداقة مع هذه السنين واللي اليوم مرشح باسم حزب الاستقلال بالنسبة لي لطنجة أصيلة فاللي تفضل مشكور. وهذا اللي جاء اليوم الأمس ما تمكنش أن ندخلوا معنا على الاجتماع في الساعة الخامسة
ولكن تهنا شحنا ناس بما في المستوى العالي وإن شاء الله غيمتلنا أحسن تمثيل في الاستحقاقات المقبلة. كذلك في إطار هذا القانون الجديد كما تعلمون في الاستقلال اشتغل وناضل باش أنه تكون عندنا لوائح جهوية ويكون كذلك تمثيلية للشباب وتمثيلية للنساء وخصوصا مغاربة العالم. وبالنسبة لجهة طنجة تطوان الكسيمة جاب حظا أن الجهة 13 بالنسبة لحزب الاستقلال هي اللي تحظى بالتمثيلية النسوية، وعندنا الأخت ملكة الحيان هي اللي ترشح باسم الاستقلال بالنسبة لهذه الجهة بخصوص اللائحة النسوية. فنعطي الكلمة تفضل بشكرا. في الواقع تمثيليتين، تمثيلية الجهة 13 ككل اللي هي من بلجيكا، وتمثيلية من الشمال اللي هي منحدرة كثيرة من الشمال ومن أفريقيا. الكمال في الله.